تعود كوت ديفوار لتجذب من جديد أنظار محبي الساحرة المستديرة اليوم في افتتاح النسخة رقم 34 من كأس الأمم الأفريقية 2023 بعدما مر 40 عاما على تنظيمها للبطولة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخب لتستهل مشوارها بمواجهة قوية أمام غينيا بيساو. وتتسم تلك النسخة من أمم أفريقيا بأن جميع المنتخبات المشاركة فيها تحظى بخبرة سابقة بالبطولة، حيث سبق لكل منها المشاركة في نسخة واحدة على الأقل. خاض منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا مرانه الرئيسي أمس الجمعة في كوت ديفوار استعدادا لمواجهة موزمبيق غدا الأحد في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها كوت ديفوار وتنطلق اليوم السبت وتستمر حتى 11 من فبراير المقبل. ويستهدف منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب استمر 13 عام. يستعد الزمالك للمشاركة في دورة جديدة بالإمارات عقب دورة أبو ظبي المقرر لها في الفترة من 20 حتى 24 من يناير الجاري للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولي بالشكل الأمثل. ويشارك الزمالك في الدورة الثانية والتي ستكون في الفترة من 24 حتى 29 من يناير الجاري، وتقام بدبي بمشاركة أندية ووهان الصيني، الرجاء المغربي وأهلي جدة السعودي. قرر مسؤول النادي الأهلي قيد المهاجم الدنماركي من أصل فلسطيني وسام ابو علي في ملحق القائمة الأفريقية خلال الأيام القليلة المقبلة ليكون من حق النادي الاستفادة من جهود اللاعب في الارتباطات الأفريقية المقبلة. وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع وسام ابو علي لاعب نادي سيريوس السويدي لمدة 4 سنوات ونصف. وظهر المهاجم الفلسطيني في مران الفريق أمس لأول مرة في بداية استعدادات المارد الأحمر للارتباطات المقبلة. قال الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 إن الميزانية لا تزال ضمن النطاق المحدد حتى الآن، لكن الأشهر القليلة قبل الدورة ستكون حاسمة في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتكلفة. وقال إتيان توبو العضو المنتدب في باريس 2024 تمكنا حتى الآن من الحفاظ على الاستقرار النسبي للميزانية بالتماشي مع التضخم، ولا يزال لدينا بعض المبالغ المتاحة للنفقات الطارئة، والمرحلة الأخيرة ستكون في غاية الأهمية. واعتمد عرض استضافة باريس لأولمبياد 2024 على تعهد بخفض التكاليف عبر استخدام 95% من البنية التحتية القائمة أو المؤقتة. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه يرغب أن تكون دورة الألعاب الأولمبية هي الأقل تكلفة في عقود. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت جولتنا الرياضية، ونعود مرة أخرى للزميل العزيز باسم طبانة لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح. إليك باسم.